شيء مثل الكذب عباس. قول له شو؟ ما اجى وقت القطاف. ايه بتنط الافندية. الافندية؟ الكلمنتين. ايه حبة الكلمنتين. بتنط قدام الترين. بتنط قدام شو؟ الترين. ايه قاطع الترين؟ ايه ما تأشر علي، ايه قاطع الترين. أنا شفتها نطت قدام الترين عباس؟ نطيت قدام الترين أنا صار عم يصير يزمر هو هيداك كابتر يصير يعطنا الفحم وعطنا الفحم وأنا أقول له واقف هو يعمل هو وكل شيء. استنولت الأفندية عملت رولي بولي طلعت برا السكة لحظة كبيتها شلت السكة وقف الترين. لك هلا لحظة روح عمي أبو رياض فتت فيها وشلت السكة وعملت شو عملت لها الأفندية؟ رولي بولي. رولي بولي؟ ايه لك بلي انا اللي تسترني ستر اللي بيجي بتسمع عليك عم توش عمي ابو رياض والله عم توش مانجا؟ لك شو خص مانجا؟ افندي ومانجا هلا فاتقة معك على الفواكه؟ تليفونك؟ تليفون هذا لك التليفون عم بتدق لي؟ لك انا عم دقلك؟ انا لو بدي دقلك بحكي معك ها؟ تليفوني؟ ايه تليفونك طوفي؟ نعم شتي تليفون فوت اعطيه التليفون انت شكرا شو اسمك؟ لك منيح اللي قاعد هون لو عمي ابو رياض والله منيح اللي قاعد انا بحب هالمنطقة هون يا خي بعرف انا عم بطلب هو عم بطلب الو اهلا مين؟ اهلا 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 عاش مين سمع صوتك يا بابا اهلا بالجنرال كيفك يا ابني؟ الحمد لله الحمد لله ايه ايه مشتاقين لك الف مبروك الف مبروك أنا كل عمري بقول إنه أنت بده يطلع منك برافو عليك يلا برافو إيه كيف صهرك؟ لك شو كيف صهرك؟ إيه؟ الحمد لله العائلة كلها بخير؟ لا لحظة لحظة الله شو بك؟ ماشي ماشي ليش عم تسترق النظر؟ السمع لك كفي دخيل زرق كفي كفي إيه أنا 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 إيه أهلا إيه الحمد لله والله 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 برافو 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 منيحة طيب يلا هلا بركي بنطلع لعندك لفوق وبدنا نقول لها نبارك لك شو كم جنرال عنا يلا هلا بطلع ها والله انت بدك تجي لعندي لك شو ما جننا بس ما في محل واقف هون لانه عاشق تسكر بيسكروا لك الشارع يلا ولا همك يلا انا ابن ابو راغب عباس ايه ايه عباس هلا بتعرف عليه شاب ادمي طيب هيك ما اشبه شيء يطول عمرك هلا بتعرف عليه اهلا وسهلا يلا رح نلاقي من ركوي يلا الله معك لك عمي ابو رياض طوفي نعم شتي طلع عش التليفون عش التليفون صار قلبي بين جري عمي ابو رياض ايه عم تحكي مع الجنرال مع الجنرال عباس وعم تبارك له طبعا عباس وما رح تطلع لعنده هو جاي لهون هو رح يجي شخصيا لك من امتى بتعرفه انت؟ اوه عباس شو مرة؟ انا اصحاب من زمان انا وياه من زمان من ايام الحربيه من إيه؟ انا عامل له خدمه العمر للجنرال انت عامل له خدمه العمر للجنرال انا ما انقذ له حياته عباس شو انت عم انقذ له حياته كان زمط من الموت جنرال جنرال كيف انقذت له حياته وهيت لشو كان بعده يعني بعده اليطنان عادي لك لا لك يا عمي لو ما سمعت بدينتي بقول عم في طفنيس وعم يوش بس سمعتك عم تحكي معه كفي وحياتك لك كفي طيب ليش بالتسعين بس راح فرنسا مين اهتم فيه هونيك؟ بفرنسا؟ طبعاً عباس طبعاً أنا اهتميت فيه هونيك ما كله أصحابي شارل دوغول وبيترو تراد وكل هيتهم هول مراحيم عمي أبو رياض نعم؟ مراحيم هول شارل دوغول هيدا من 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 سنين طويلة والله والله في سنين؟ في جاك شيراك ايه؟ ايه؟ مين هيدا؟ هيدا الرئيس الفرنسي لا عباس هذا جديد المهم حاصلاً نوبلة ونصيرة تفضل كيف انكسر له حياته؟ كيف؟ انت بتعرف بالجيش وبالحربية بيعملون دورات وكل شيء ايه مزبوط هو كان متفوق شاطر شاطر كتير عبطاي طيب ببيض الوجه يا عباس ايه طيب مرة كان وقت من دلع الحرب من دلع؟ من دلع الحرب ايه يعني مبلش الحرب ايه ايه تفضل من دلع الحرب ايه؟ وطلع هو اضطرينا نحن بدنا نغطي بالطيران من فوق بدأ ايه طلع هو الجنرال نط شو اسمه على محل هيدا اللي حرام الطيارجي لانه الطيارجي انصاب وقتها هو كان المساعد صار هو ومنه مساعد عباس هو شو؟ هو عادي اليطنان عادي بس هيدا الطيارجي مدري شو انصاب وقتها بالحرب قعد محله؟ قعد محله بس شو انصاب؟ كيف انصاب؟ كيف انصاب؟ صابه وجع راس
انصاب بوجع الراس؟ انصاب وجع راس هيك، قال له اخ راسي عم يوجعني ما قادر اطير، قال له جنرال قوم انا بقعد محلك. طيب حمل الطياره طلع بالطياره الهوكر هانتر. ايه 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 سامع فيها بعرفها. طلع فيها بهي الهوكر هانتر عباس، بتكبس لقدام بتطير، بتروح يمين بتكبس هيك يمين بتروح يمين. ليش انت شو بعرفك بالطياره والهوكر هانتر؟ انا اللي اخترعتها. انت اللي اخترعت الهوكر هانتر؟ يا حرام عباس، شو ايش بك بتحكي معي كني واحد كذاب؟ لا لا بالعفو، قيمتك كبيره بالحصر. انه طار الجنرال بالطياره، طار هو عم بيبرم هيك بياكل طلقه شو اسمه هيدا المضاد بتاع الطيران. انصاب؟ لا ما هو صاب الريزرفوار تاع الطياره. صاب الريزرفوار؟ صاب الريزرفوار تاع الطياره. بلاش تتفضل ال 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 الكيروزين تاعها كرتون العادي عمي ابو رياض. ايه كفي. صابت صابت، انا كنت قاعد هيك وعم بعلك علكه شو اسمه كنت عندي علكه البابول الكبيره. ايه عم بعلك فيها عم بعلك فيها، عم بتطلع علي الريزرفوار عم بيفطى وهو عم بجنيح. ما تكون كسلان يا ابو رياض، ما تكون الا اخذت نفس عميق. ايه حشى قدرك طلعت العلكه، اجت ملزقه وين بالفخوات تاع طلقه المضاد بالريزرفوار، غطت شو اسمه سكرت شو اسمه رجع لا. نزل هو وغطى سيف اند ساوند. سكرت الريزرفوار بالعلكه الكبيره؟ منيح اللي كانت كبيره، من لو كانت واحده ما كانت سدته. هلا عمي ابو رياض؟ لا هلا. اه طيب ماشي. ايه هلا هلا رجعني على الجنرال دخيل اجى. الجنرال ما بقى له يوصل. بده يجي؟ جاي لعندك. هو جاي لهون؟ شخصيا. لنستقبل لك؟ إيه؟ لنستقبل. الله اكبر. يعني لو ما كنت عم بتسمع عم تحكي عليه معه على التليفون ما كنت مصدق. انا بكذب عليك؟ بحياتك ما كذبت. اعوذ بالله. وينه هلا؟ اهلا بطلي اهلا. الله يا حبيب القلب عمي ابو رياض. بعدك بتحب تشرب عصير البرتقال؟ يلا طيب. كيفك يا حبيبي؟ عمي ابو رياض صبروا اجري ما قادر اطلع. اهلا يا راسك لبوس. اهلا يا ابني. هيدلك كثير كبير علي. عباس شاهين ابن الحج ابو راغب. اهلا اهلا. الجنرال حلاوي. كيفك؟ اهلا اهلا. عمي ابو رياض لحظة. هلا كل هالحكي اللي كنت عم تحكيني اياه. ايه. عم تبارك له. طبعا. وما رح تطلع لعنده هو بده يجي لهون. هو اجى شخصيا. طيارة وعلكة، عم تحكي أنت. ايه. عن الجنرال حلاوي؟ طبعا. هيدا أهم إنسان بالكرة الأرضية. آه. بالفعل يا عم أبو رياض وجهك خير علي. ها؟ آه؟ وجهك خير علي ماكسيم. ولا عيل. فعلا. ايه. وجهي خير عليك. ايه. وجه خير علي بشكل رهيب. لك هالحديث. أول ما قال لي بدهم يرقوه. مظبوط. مظبوط عباس. أنا رقيته. هو رقيته. أنت رقيته عليته مرتبة يعني؟ عليته مرتبة. إيه. ما هو بيكون عجينة عادية. بترجع بترقه. طول بالك ما تفتلي هلا بالعجينة. رتب عم نحكي رتب. رتب. إيه. إيه. هو رقيني. كيف سهرك؟ منيح. عم بتجيبه؟ آه. بتجيبه معك؟ إيه كان بدي جيبه معي بس مشغول شوي. ببقى بجيبه. تبقى جيبه. بجيبه. أو إذا بدك يبقى يجي لحاله. كمان كمان. عم تطلع على الضيعة؟ إيه إيه إيه. نضلنا فوق كل الوقت. عم تبردوا بالليل؟ إيه. كيف؟ عم تبردوا؟ ايه في قرصة في قرصة. في العيلة منيحة. عم يبردوا؟ في قرصة كمان. ايش بك شيء؟